بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح أحكي عن الأمر اللي هو وين ذا رايز وين زور تو هو، وهو بيعني أو بيمثل وين ذا رايزيشن. طبعا هذا الأمر بيعمل على تعديل القيم المتطرفة اللي هي القيم الكبيرة والقيم الصغيرة جدا، وبيقربها لأقرب قيمة لإلها طبعا حسب ما إحنا يعني محددين. يعني هنا أنا حاطط 5 وهين 95%، يعني 5% اللي أقل من 5% بتم تقريبها لأقرب قيمة إلها، واللي أعلى من 95% بتم تقريب هذه القيم العالية لأقرب أرقام إلها اللي بتكون على حد 95%. طبعا المتغير اللي أنا بدي أشتغل عليه اللي هو متغير إيه. متغير إيه طبعا المتغير إيه هي موجودة عندي هنا، بديش أنا أشرح شو هذه المتغيرات. المهم أنا في عندي متغير إيه، إذا عملته أنا من يعني عملته للصورت، بلاحظ هنا يعني رتبته من الأصغر للأكبر، بلاحظ إنه ها أصغر قيمة هي ناقص 5.2933559، وبعدها بتيجي القيمة يعني ناقص 1.95 إلى آخره. يعني هذول القيم مش مقربة، المفروض أنها تقرب إلى يعني أقل قيمة اللي هي إحنا عندي 5%، وأكبر قيمة هنا بنلاحظ إحنا هنا في عندنا قيم هون بنلاحظ هنا على قيمة يعني 2.29، واللي بعد كذا مش مقربات يعني. طيب كيف ممكن احنا نقرب هذه القيم؟ طبعا ببساطة احنا بنستخدم هذا الأمر وين زور، واختصار وين زورايزيشن تو، وهي اسم المتغير. نحط كوما، بعدين هنا اوبشنز كاتس ولأي رقم بده يغير، وهنا يعني هنا أقل القيمة 5%، وهنا أكبر قيمة 95%، وهنا ريبليس. طيب أنا بعمل انتر، بلاحظ في عندي هنا مشكلة، وهو درس اليوم هنا انه هذا الامر مش موجود عندي على ستاتا، مش منزل. فانا اول ايش لازم انزل هذا الامر، فانا بدي استخدم اللي هو الامر هيلب، وبدي اكتب اللي هو المونز وينزور تو هذه، او بنسخها، هاي بنسخها بحطها هون وبعمل انتر. طبعا الهيلب الامر هيلب بيجيب لي كل المعطيات والمعلومات عن اي امر في ستاتا. لا راح تجي لي شاشة، هي الشاشة بسيطة. طبعا هنا هاي أول واحد اللي هو بيحكي إنه هذا الأمر هو يعني بتقدر إنك تجيبه من هذا الموقع، وطبعا هنا بيحكي معلومات عن هذا الأمر، وبيحكي عن الأوثر يعني اللي برمج هذا الكود. فخليني أنا أكبس هنا. طبعا أنا هنا كل معطيات عن ال وينزورايزيشن. أنا اللي بيهمني هون كليك هير تو انستول، يعني اضغط هنا حتى انك تنزل هذا الامر. طبعا راح يتم تنزيل هذول الملفين. طبعا انا بكبس الان، هنا بيعمل الكمبيوتر تشيك، وطبعا هو خلص، هي بكتب لي انستوليشن كومبليت، يعني اكتمل التنزيل. فخلص انا بطلع من هذه الشاشه، والان برجع للامر هذا اللي انا بجست فيه اول مره، بعمله انتر الان راح يزبط. الان بروح افحص، طبعا ما اعطانيش رسالة خطأ مثل هذه، دليل انه ايش يعني مشى الامر وتم التقريب. باجي لهذا الاي اللي انا عملته المونزرايزيشن، بعمل له صورت كمان مرة، او بقدر من هون يعني اجي مباشرة، هاي عملت له صورت. خلينا نشوف الاي، والله عدينا إيه، خلينا نتذكر كانت أعلى قيمة 2 بوينت كذا، لاحظوا صارت أعلى قيمة يعني أقل. يعني إحنا في المونزرايزيشن بنيجي للقيم اللي فوق 95% وبنقربها كلياتها، بنلغي يعني هذه الأمور، وبنخلي قيمتها تساوي القيمة اللي واقفة عند النسبة 95%. طبعا نيجي أقل قيمة
طبعا ما كانش القيمة بهذا الشكل، كانت القيمة أقل 5%، فإحنا خليناها عند أقل قيمة اللي هي واقعة على 5%. فبتلاحظوا كلهم بياخذون نفس إيش الرقم، فتم استبدال هذه الأرقام اللي هي 5% فأقل عند القيمة 5%. وطبعا هذا الأمر يعني بدل ما إحنا نعمل دروب إلهن، نعمل إلهن يعني حذف، بنخليهم ولكن بنخلي قيمتهم قريبة للقيمة الواقعة 5% في الأسفل والقيمة 95% في الأعلى. وهيك يعني بتم الفيديو اليوم اللي هو بيهتم كيف إنه هذا الأمر إحنا إيش ننزله ونثبته على برنامج استاذة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.